الآخر الذي ذكروه هو أن لا يكون سفر الإنسان سفر معصية محرم. وبعض الناس يروح إلى تجارة، يروح إلى صلة رحم، يروح إلى دراسة، يروح إلى قضاء بعض الأشغال عنده، هذه كلها أسفار مباحة. وهناك أناس يذهبون للحرام، يسافر فد سفرة حتى مثلا يرتكب الفاحشة في بلد آخر، هذا سفر محرم. يذهب مسافة بعيدة من أجل أن يشرب الخمر، هذا سفر محرم. يذهب إلى مسافة حتى يوصل كلام غير صحيح عن مؤمن إلى ظالم، يشتكي على مؤمن عند ظالم من الظلمة، طيب هذا أيضا وشاية وإيقاع المؤمن في الهلاك، هذا سفر معصية. ولذلك فإن هذا السفر لا يقصر فيه الإنسان وإنما يتم. لماذا؟ لأن التقصير في السفر هو عبارة عن هدية من الله تعالى وصدقة تصدق بها على عباده. بطبيعة الحال الهدية إنما توصل إلى من؟ إلى ذلك الشخص الذي يستحقها من الله، وهو من يكون في طاعة الله ورضوانه. أما الشخص اللي خارج فيها السفر لكي يحارب الله بالمعصية، لكي يبارز الله بالخطيئة والذنب، هذا لا يستحق الهدية الإلهية المتمثلة في التقصير. فإذن أن يكون السفر غير معصية حتى يقصر، أما إذا كان سفر معصية فلا يجوز له أن يقصر وإنما يجب عليه أن يتم. مثلا الجيش الذي جاء لقتال الحسين في كربلاء لو كان يعرف الأحكام الشرعية ما لازم يقصر هناك، وإنما لازم شنو؟ يتم. بس تقول له هو أصلا صلاته كان يصلي أو لا، أو هل هو مهتم بالصلاة والأحكام الشرعية أو لا، لكن أي مسعى من المساعي المحرمة والمعصية لابد أن يتم الإنسان فيها. كذلك ذكروا أيضا أن لا يكون سفرا لصيد لهويا. تارة واحد يخرج للصيد من أجل إعاشة أهله ورزقه معتمد على هذه الجهة، ككثير من صيادي الأسماك إذا لم ينطبق عليه عنوان آخر يلزمه بالتمام، كان يكون عمله في السفر مثلا، الآن هذا الرجل لا ليس من هذا النوع وإنما هو يعمل في البلد الآن آخر الأسبوع كما يصنع بعض الشباب، يقول لك أنا أطلع البحر فد ليلة وأصيد لمقدار من السمك، منها هي نزهة ومنها شم هوى ومنها أيضا نستفيد فد وجبة أو أكثر من الأسماك. هذا صيد مو للمعاش، مو لإمرار حياته، ما معتمد عليه حياته. هذا لو ذهب في هذا المشوار وقطع مسافة شرعية لصيد ليس يعتمد عليه في حياته، هذا يتم. مو لأن هذا الصيد حرام، لا مو حرام، هذا ليس بحرام، ولكن الروايات تقول أن إذا خرج في صيد لصيد بر أو صيد بحر ماكو فرق، رايح إلى البرية يصيد غزلان على سبيل المثال، طيب ويقطع مسافة ولو هو رح يأكل هذا الغزال فيما بعد أو ما شابه ذلك، فإنه في هذه الحالة يتم صيامه. من ذهب للصيد ذلك الصيد غير المعتمد عليه في أمور حياته، مو شغلته هذه، مو صياد سمك، حسب تعبير اليوم صيد هواية مو صيد احتراف، طيب، أو حسب تعبيرات الفقهاء صيد لهوي مو صيد مال معاش وحياة ويعتمد عليه، هذا أيضا يتم صلاته في أثناء هذا السفر. كذلك مما ذكروه
من الشروط أن يكون السفر مقصودا من البداية، المسافة الشرعية مقصودة من البداية، فلو تجدد عزمه على السفر آنا بعد آن بعد ما قطع 15 كيلومتر فكر أن يا بخليني بعد أروح مشوار أزيد، قطع إلى 20 كيلومتر قال ما يكفينا المقدار خلنا نروح أكثر، بحيث لو تجمع كل المجموع كل هذا المجموع يصير مسافة، لكن لم يكن قاصدا إياه من البداية. ومثال ذلك المعروف سيارتك تحتاج إلى قطعة غيار مثلا، فتخرج من هذا البلد يقول لك الوكالة مالتها اللي تبيع قطعة الغيار هذه في فلان مكان اللي يبعد 20 كيلومتر، 20 كيلومتر من بلدك إلى هناك ليست مسافة شرعية حتى رايح راجع لأن 44 كيلو. طيب، فلو ذهب هذا الإنسان إلى ذلك المكان سأل من الوكالة ما موجود عندها هذه القطعة، قالوا له تروح الوكالة الثانية اللي تبعد عن هالمكان 20 كيلومتر. طيب، هذا إذا راح 20 كيلومتر أو 10 كيلومتر من ذاك المكان إلى المكان الآخر أيضا مو مسافة شرعية، ولم يكن قد قصد قطع المسافة في البداية من النقطة الأولى إلى هاي النقطة الأخيرة، هنا لا يقصر وإنما يبقى على التمام. نعم، الآن في رجعته يحسب أنه من الآن إلى بلدي هل هناك مسافة أو لا، إذا كان مسافة وأراد أن يصلي في الأثناء فإنه يقصر في الصلاة. فالمدار على أنه من البداية يكون ناوي أن يقطع المسافة من أولها إلى آخرها، وتكون هذه المسافة بمقدار 44 كيلو إما مرة واحدة وإما رايح وراجع.